مراحل بتعدي بسرعة والحياة بتزود ضغط فالطبيعي نعلي الجرعة. في الفاينل مش فارق قرعة نفسيتي مش لازم ترعى اهم حاجة روحوا بسرعة. وسنين اشتغلنا وبنحصد مجهودها السنة دي وكتير اتقتلنا من جوا بس كنا بنداري وانتي قشطة قوليلي بوبي مش لازم تقوليلي دادي وانا اب نورمال واخصامي دول تحت العادي. بالي ضايق زي بالي مالي جوا جيبي مالي جالي فيتشر بس غالي خدته نصه زي تونالي بتكلم في البروس لو كانت عينينا صادقة كناش جبنا نضارات واللي شافنا واتعامل معانا مش هيشوف زينا واللي جه وقعد معانا ساب الدين ده اتلقى قبلنا واللي نافق وغشنا واللي علمنا درسنا ولا زالت الكلاب بتاعي وبجري بالقافلة. تلات سنين اوفيشال بس تسعة تحت السلم ورايا شغل ياما هخلص قوم ان احت انزلك وانا قص اروح انجح بس لا صعب ادلك انا ايوه جبت اخري فكك مني مش قادرلك. ايام بتعدي وعشانها بتطول والعرض زميلي بصيت لك لوب ما تجليش وتشوط في العرض زميلي شباب بيلوك رفعت قالي وجمع الارض زميلي وقتك سكت لما مشيتي فيا ريت تجيلي. ايام بتعدي وعشانها بتطول والعرض زميلي بصيت لك لوب ما تجليش وتشوط في العرض زميلي شباب بيلوك رفعت قالي وجمع الارض زميلي وقتك سكت لما مشيتي فيا ريت تجيلي. كتر ملفات بخمس في الملفات وصعب نسلمات زي ما صعب نسلفات مفيش مكملات بس فيه مهدئات وفي واحده جامده فشخ جايه بس ناويه تبات وفي دفتر احمر قشطه ونص قلبه مارد وفيلم مش هشوفه واكل نصه بارد وسيني شوف الشاب طيب اهبل لو سلك وشكلي مش امور بس لما تعرفي نهبلك وما زلت لسه عايش عشان ربك بيسترها كل يوم ببقى هموت بس ربك بيسترها كله اخد وقته دلوقتي بفتي دورها ولسه مكمل جري على الرغم مني مرهق. اكل العيش يا اسطى مش مر المر في الموضوع بجد ان العمر بيمر والمر في الموضوع يا اسطى ان الشرب بيدور والحزن في الموضوع اوقات ان الحزن بيسر فمش فاهم اتضايق ولا افرح حرايق على المسرح حرايق في المطرح حقايق فانا بطرح متسيق من فتره مش شايف من القطر مش سايق في المطر انا سايق بالبطره وقطايح في الصحراء. ايام بتعدي وعشانها بالطول والعرض زميلي بصيت لك لوب ما تجليش وتشوط في العرض زميلي شباب بيلوك رفعت قالي وجمع الارض زميلي وقتك سكت لما مش تفايا ريت تجيلي. ايام بتعدي وعشانها بالطول والعرض زميلي بصيت لك لوب ما تجليش وتشوط في العرض زميلي شباب بيلوك رفعت قالي وجمع الارض زميلي وقتك سكت لما مشيتي فايا ريت تجيلي.